مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية. الاتفاقيات الحدودية بين العراق وإيران حول شط العرب. ظلت مشكلة ترسيم الحدود بين العراق وإيران سيما في الممر المائي شط العرب مصدراً للتوتر الرئيسي بين البلدين وسبباً للحرب بينهما. كانت الدولة العثمانية تعترف رسمياً بسيادة نظيرتها الفارسية على مدينة المحمرة ومينائها وجزيرة الخضر عبادان ومرساها والأرض الواقعة على الضفة الشرقية أي الضفة اليسرى لشط العرب، كما كان يحق للسفن الفارسية الملاحة في النهر المذكور وبكل حرية من مصب شط العرب في الخليج إلى نقطة اتصال الحدود بين الجانبين. يعود أقدم ترسيم للحدود بين العراق وإيران إلى معاهدة زهاب الموقعة يوم 17 من شهر أيار عام 1639 للميلاد بين الدولتين العثمانية والفارسية. تنازل الفرس للعثمانيين بموجب اتفاقية أرض روم الثانية الموقعة في نهاية أيار عام 1847 وبتوسط بريطاني روسي، تنازلت عن المطالبة بالأراضي الواقعة إلى الغرب من الزاب كالسليمانية مقابل فرض سيادتهم على مناطق المحمرة والضفة الشرقية لشط العرب. وقام ممثل بريطانيا عام 1850 للميلاد برسم الخط على امتداد ضفة شط العرب الشرقية من نقطة اتصاله مع قناة الجديدة في الشمال حتى مياه الخليج في الجنوب. أقرت إيران في معاهدة عام 37900 بحقوق العراق في شط العرب، لكنها حصلت في المقابل على أرض مساحتها أكثر من 7 كيلومترات مربعة أمام جزيرة عبادان على امتداد خط ثالوك. والثالوك كلمة ألمانية يقصد بها الخط المتكون من امتداد أعمق نقطة في المقاطع المتتالية للنهر، كما سمح للسفن الحربية الإيرانية بدخول شط العرب حتى تصل موانئ بلادها. استغل الشاه الانقلاب السياسي والعسكري في العراق عام 58 ليطالب بترسيم الحدود في شط العرب بالاعتماد على خط الثالوك، فطالب رئيس الوزراء العراقي أنذاك عبد الكريم قاسم بإقليم خوزستان، ووصل الأمر إلى اشتباكات مسلحة محدودة على الحدود بين البلدين. في العام 69 استغلت إيران ضعف النظام البعثي الجديد الذي كان قد وصل إلى السلطة قبل عام واحد، فألغت معاهدة عام 37 وحشدت قواتها البرية والجوية والبحرية على طول الحدود، واعتبرت المياه العميقة في وسط النهر أي خط الثالوك حدا فاصلا بينها وبين العراق. أما اتفاقية الجزائر الموقعة يوم 6 من آذار عام 1975 بين صدام حسين نائب الرئيس العراقي أنذاك وشاه إيران في حينها محمد رضا بهلوي برعاية الرئيس الجزائري الأسبق هواري بومدين، فقد نصت على تقاسم شط العرب بين الدولتين، ولكن صدام ألغاها يوم 17 من أيلول عام 1980. تكمن أهمية شط العرب بالنسبة للعراق في قصر ساحله المطل على الخليج والذي لا يتجاوز 60 كيلومترا، كما يريد العراق الاستفادة من كل مياه الشط في الزراعة، ومع أنه لا يستخدمه كممر تسلكه السفن إلى الموانئ كما تفعل إيران، لكن النهر ما زال يرتبط بوجدان العراقيين وبذاكرتهم.